ايه حكايه الجدون دي؟ طفل دخل في بطنه جدون عجل. ازاي يعني؟ ما هو انا برضه دخلت شفت ازاي. هو كان سايق في شاب صغير اصطدم في حاجه 12 سنه. لا هو بيلعب بالعجله واه زي ما انت قلت اصطدم بحاجه فالجدون دخل في بطنه. اوكي في احلى مستشفيات الحكوميه ما بلعوش يعني ان المعنى بيقول من بطنه غير. عارف الجدون؟ الجدون عارف الجدون؟ عارفاه. انا بركب عجله اطار الدراجه. طيب بس فدي كانت من الحاجات دي كلها وقعد ساعتين. طب من الحاجات الايجابيه